لمؤتمر الصين الدولي لتجارة النفط التي عقدت مؤخرا في مدينة شانغهاي شرقي الصين، الضوء على التعاون في مجالي النفط والغاز الطبيعي بين دول الحزام والطريق، حيث يرى الخبراء أن تعزيز التعاون في هذين المجالين سيكون له تأثير إيجابي في التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة العالمي. وشهد السوق العالمي النفط والغاز الطبيعي تغيرات عميقة في السنوات الأخيرة، حيث تحولت اتجاهات التجارة وعومت أسعار النفط والغاز على نحو كبير، وأصبحت منطقة آسيا الباسفيك مركزا عالميا لاستهلاك النفط والغاز الطبيعي، بينما تحولت الولايات المتحدة من دولة مستوردة كبيرة إلى دولة مصدرة كبيرة مع تقدمها في تكنولوجيا استخراج الغاز الصخري.